الموضوع يتحدث عن فريق اسمه ثرى لفنون الدمى، قدم سلسلة عروض مسرحية بعنوان طائر شمعدان، وهي عروض تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والتربوية ومستوحاة من التراث الشعبي اليمني هذه المرة. العروض هذه تستند إلى الحكايات والموروث الشفهي اليمني، فكما قامت بكتابتها الباحثة أروى عبدو عثمان وأخرجها صدام العدلة، أداها مجموعة من الفنانين اليمنيين المبدعين. وللحديث أكثر عن هذه المسرحية نرحب بضيفتنا أو بضيفنا اليوم صدام العدلة، وهو مؤسس ثراء للفنون فنون الدمى. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك. يسعد مساكم مستمعين قناة بلقيس وديوان بلقيس تحديدا، شكرا لكم على هذا الاستضافة. حياك الله يا صدام. صدام، يعني ربما أنت يعني لديك خبرة ودرست في مجال الدمى والمسرح فيما يتعلق بالدمى، لكن هنا ربما الشيء الجديد ارتباط هذا الفن بالتراث اليمني، كيف وجدته ومن أين أتت الفكرة؟ من أول ما يعني أسسنا ثرى كفريق في 2014، إحنا كنا يعني الهدف الثاني من المؤسسة إنه كان الاشتغال أو إن إحنا نشتغل أكثر على التراث اليمني من حكايات وأساطير وخرافات، لأن التراث اليمني مليء بالحكايات، وإحنا ارتبطنا بشكل كبير جدا من خلال حكاية الجدات والأجداد والحساوي اللي إحنا ارتبطنا بها بشكل شبه يومي أو حتى في جلسة رمضان، وبالتالي إحنا لدينا زخم كبير جدا، واليمن واحد من البلدان العربية أو حتى على مستوى العالم لديها تراث إنساني كبير شفاهيا تحديدا، وبالتالي الاشتغال عليه كان أمر يعني كان بيراودنا بشكل كبير جدا، وكان في تجربة بس كانت بسيطة، ما كانش في تجربة حقيقية نقول عليها إنه تم الشغل بطريقة ناجحة. بس احنا كنا بنقدم ساعات عروض ارتجاليه، عروض تحمل موضوعات معينه، بس اول تدخل لنا الان بشكل حقيقي نحن نستعين من او يعني نرجع ونستلهم هذا العرض اللي هو طائر الشمعدان من خلال الرجوع الى التراث الشفاهي الشعبي اليمني. جميل، وهو تراث غني بالكثير من القصص، لو تقول لنا ايش هي ابرز القصص اللي اخترتوها وتتماشى بالتاكيد مع اهداف وقيم المسرحيه، وكيف وايش التغييرات اللي عملتوا فيها يعني؟ اوكي، انت دحين دخلتي لنا المطبخ، بما ان احنا هو عشان نعرف القصه نفسها، لانه انا كان عندي فضول قبل الهوا، كنت بسال سالم فاقول له انا حابه اعرف ايش القصص اللي اختاروها. اوكي، بشكل او باخر احنا اشتغلنا على يعني على البحث اولا، لان بدانا نبحث عن الحكايات والاساطير وبدانا نبحث ونجتمع الكتب، واستضفنا مجموعه كبيره من الكتب الحمد لله، يعني ويمكن الاصدارات قليله بس استضفنا في مجموعه من الكتب جميله جدا، كان واحد من اهم الكتابات الذي حصلنا عليها كتاب 60 حكايه من السرديه اليمنيه الشعبيه للاستاذه الكبيره الباحثه اروى عبد العثمان، ولقينا مجموعه كبيره من القصص داخل هذا الكتاب. بس كانت الفكرة إنه ما هي القصة التي ينفع أنها تقدم للأطفال وفي نفس الوقت ينفع الاشتغل عليها، بمعنى أنه هو دائما إحنا يعني التراث الإنساني أو الحكايات والخرافات تحديدا بيكون فيها مضامين بيكون خارج الحياة، بيكون فيها مضامين تعزز قيمة الشر وأحيانا الخير ينتصر وكذلك بيحصل العكس، فبالتالي تجديد والاشتغال على النص كان مهم جدا، وبالتالي اشتغلنا على هذا القصة. اسم القصة في الأساس كان اسمها مقراز الشمع، والقصة كانت بينتصر الشر إلى حد ما، أو القصة ما كانش يعني إحنا غيرنا في المسار، تواصلنا مع الأستاذ أروى عبد العثمان وكان بيننا تواصل على مستوى طويل جدا، يعني عرضنا عليها القصة وهي أتاحت إن إحنا نستخدم القصة ويكون في تصرف بحيث هو يعني حتى في البداية إحنا استشرنا الأستاذ أروى ما هو الذي بتحس إنه الكتاب ينفع القصة، فقالت لي لا، الخبز الخبز، خذ القصص واشتغلوا عليها وشوفوا إحنا تقدموا. وبالتالي احنا اكثر قصه لمسناها كانت اسمها مقراز الشمع، وهي شبيهه لفكره مصباح علاء الدين الى حد ما، ولكن انت عارف ان الحكايات الشعبيه بما انها متوارثه وبما ان احنا في 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 قطاع واحد من الارض، وبالتالي الحكايات هي تتناقل من بلدان الى اخرى بسبب عمليه التجاره والرحاله يعني، فبالتالي تم يعني احنا فقدنا الاتصال. صدام العدله للأسف يعني كان عندي كثير من الأسئلة أني أعرف فعلا القصص التاريخية الموجودة، لكن مثلا رجاء عادلا حياك الله صدام مرة أخرى. هنا نتحدث ربما نقطة أخرى، اسمح لي يعني لضيق الوقت، نقطة اختيار الفنانين،
كيف وقع يعني الاختيار على هؤلاء الفنانين وأسماء ربما كبيرة شاركت معكم في هذا العمل، وما الذي يميزهم يعني وعلاقتها بالشخصيات التي تقدموها؟ اوكي، بشكل مختصر احنا استغلنا وجود هذه الشخصيات الدراميه الكبيره زي الاستاذ نجيب عبد الله، حسن الجماعي، محمد غلان سرق او غيرهم من الشباب وجودهم هنا في مصر عندما بيسجلوا الساعه 5 في رمضان. تواصلنا مع الاستاذ نجيب عبد الله وعرف عليها النص، رحبت بشكل كبير جدا وكانت مبسوطه بالنص لانه كان في عندنا تخوف انه هل النص جيد او لا او محتاج يصير، قالت لي لا النص جيد والله مش محتاج اي حاجه يلا نسجل بكره. اقول جمال الشباب عملنا بروفات سريعه جدا في الاستوديو وفعلا سجلنا في نفس في اليوم التالي وكان تسجيل لطيف يعني، وبعدها دخلنا في مرحله الانتاج ومنتجات الاصوات. بالنسبة لخططكم المستقبلية، هل هناك يعني خطط قادمة إن شاء الله يعني تخص مسارح قادمة، استخدام مختلف، قصص أخرى، ما هي خططكم القادمة؟ احنا بدأنا الخطة الآن واعتقد انه يعني اتحنا نفسنا فرصة والقصة هذه لحد ما كانت ناجحة، وبالتالي احنا اعلنا الآن على جهودنا الآن كفريق ترى وكشباب موجودين في التيم ان احنا نشتغل اكثر على هذا الموضوع وان احنا نقدم نفسنا بطريقه افضل، لانه احنا حصلنا على فيدباك، الفيدباك هذا لطيف وبالتالي اثر كلام الناس فعلنا بشكل او باخر ونتلاقى ان احنا نكمل قدام، وبالتالي خططنا ان هو العرض لا يكفي من 5 عروض اللي قدمت للاطفال داخل المدارس والاساتذه تقريبا حوالي قرابه 50 طب، احنا ناويين احنا نكمل بقيه العروض ونستهدف اجيال اليمين اينما كانت يعني سواء كانت في المركز الثقافيه، المركز الابداعيه، المؤسسات الحكوميه زي المدارس وغيرها من المراكز اللي بيكون فيها تواجد الطفل او العائله. اذا نتمنى لكم التوفيق عصام العدله، ونتمنى صدام. ايضا صدام نعم. العدله، ونتمنى ايضا تعودوا لليمن بهذه الافكار وتنتشر وتلقى القبول اكيد لدى الاطفال لانها شيء ربما ساحر ومدهش. شكرا لك صدام العدله على مشاركتنا هذه المعلومات وتغطيه هذه الفكره.